كبير رغم القصف العنيف المتواصل على بلدة معربة، لأن إيمان السكان بقضاء الله وبقدره هو ما دفع هذه البلدة إلى إعادة ترميم جامعها الكبير من أجل الصلاة فيه. سنبقى صامدون يا بشار، سنبقى صامدون وستنكسر بإذن الله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل. جامع معربة الكبير، عمليات تحرير الجامع على الرغم من القصف العنيف والمتواصل على البلدة من قبل عصابات الأسد المجرمة.